ملكة الثلج عن حكاية لهانز كريستيان أندرسون. انتظروا انتظروا. المظلة الأولى. الثانية. نعم. والآن مرحبا بكم. أنا سعيد جدا برؤيتكم. وأهلا بك أنت يا صديق أطفال العالم كله، هانز كريستيان أندرسون، العصافير والزهور والمقاعد وحتى هذه الخزانة القديمة كانت تحكي له الحكاية والأساطير. لقد رويت له الكثير من الحكايات، فقال في مدحي: لا أحد في العالم يعرف هذا العدد من الحكايات مثل أوليلوكويا. صحيح، لقد نسيت أن أقدم لكم نفسي، يسمونني أوليلوكويا. Древние люди называли меня богом сновидений. Ну скажите сами, разве я похож на бога? Я просто маленький волшебный человечек. وفي الأماكن عندما تريحون رؤوسكم على الوسائل تتدثرون بالأغطية، أتسلل إلى كل فرد منكم بهدوء وأنفخ على رأسه. أنفخ وتغمضون أعينكم ومن ثم تنامون. عندها أفتح مظلتي هذه بألوانها الفاقعة فوق رؤوس الأطفال الطيبين وأبدأ بتدويرها هكذا، فيرى الأطفال في المنام حكايات مسلية. أما المظلة الأخرى فهي مخصصة للأطفال الشرسين الأشقياء، وعندما أفتحها يغرقون في نوم عميق كجزء شجرة في عنبر بلا حرك ولا يرون أحلاما قط. ولكني لا أشك قطعا في أنكم جميعا أطفال طيبون رائعون مطيعون مهذبون مجدون. لذلك قررت أن أحكي لكم هذه الحكاية الغريبة. اسمعوا وشاهدوا. أمامكم مدينة سليمة جدا، أريد أن أقدم لك هدية. لقد
زرعتها من أجلك، وأنا زرعت هذه من أجلك. شكرا. هاي فلنزرعهما في قفص واحد. موافق. هكذا ولتبقى الوردتان معا إلى الأبد كما نحن تماما. ولتربطهما الصداقة مثلنا تماما. ولتحب كل منهما الأخرى. ولتحب كل منهما الأخرى مثلنا. نعم. هاي ها أنا ذا. جردة أنا آتية. إلى اللقاء يا هيردا. إلى اللقاء. من؟ وأمضيا فصل الصيف في الحديقة الغناء، وعندما بدأ المطر بالهطول، ثم حلت أمسيات الشتاء الطويلة ببردها القارس، كان كاي يزور هيردا، وكانت الجدة تحكي لهما الحكايات. أليس جميلا يا أولاد العزاء أن يستمتع المرء بالدفء في الشتاء؟ ذرة هو ذا الثلج يتساقط، وكل نطفة منه تشبه النحلة البيضاء. جدتي، من أين تأتي إلينا هذه الندف الشبيهة بالنحلات البيضاء؟ من الشمال البعيد تطير إلينا عبر بحر الجليد الرهيب، الرياح والعواصف والضباب جميعها خدم عند ملكة الثلج. هناك في قصر جليدي تعيش ملكة الثلج هذه. وهل هي جميلة؟ كم هو صعب أن يتصور المرء جمالها. هي كلها من الجليد، من جليد براق ناصع البياض، لكنها تنبض بالحياة، عيناها تلمعان كما النجوم، ولكن لا دفئتهما. هناك مرآة جليدية، عندما تنظر الملكة في المرآة هذه ترى كل مملكتها. وحقولها الثلجية المترانية الأطراف، وبحارها المطوقة بالجليد، وكثيرا ما تطير في شوارع المدينة وترنو عبر زجاج نوافذ البيوت. يا خوفتي؟ لا أحد هنا. أيتها الجبانة، ولكن ألا يمكن أن تحاول ملكة الثلج أن تقتحم بيتنا؟ فلتحاول فلتجرب، وقتها سأضعها على موقد حار وستذوب. على موقد حار وستذوب حتما. إلي أيتها الشظايا الجليدية، طيري بقوة السحر العظيم، طيري كالرياح العاصفة، وحلقي بعيدا في متاهات الأرض، وانغرزي في أعين وقلوب أولئك الأغبياء، ودعيهم لا يرون العالم جميلا إلى الأبد. وليمت قلب من تصيبه شظية جليدية، وليصبح شريرا إلى الأبد. هيا انطلقي.
يا لها من عاصفة. تعالي ولننظر. هيا. ملكة الثلج. لقد تطلعت عبر نافذتنا. النافذة، اغلقوا النافذة بسرعة. جليل حظة دخلت عيني واخترقت قلبي. دعني أرى، قد أساعدك. دعيني، مرت بكلام. لا بد أنها خرجت. ورودنا. مسكين كاي. لقد تحول قلبه إلى قطعة جليد وصار يقسو على هيردة، بل ويعاكس الجدة ذاتها. والسبب في ذلك هو قطعة الجليد التي انغرست في عينه وفي قلبه. والآن انظروا، انظروا ماذا حدث. وستبكين حينها. لقد كنت تسمعني سابقا ولم أقع أبدا، وإذا وقعت فلن أبكي. لم تقعي ولم تبكي. إذا اركبي. ألم أقل لك إنك ستقعين، وها أنت على وشك البكاء. لا مطلقا، I'm sorry.
لقد أردت أن تضعني على موقد حار؟ إنك متجمد من البرد. أما زلت تشعر بالبرد؟ أنا بردان وأتألم جدا. لن نقبلك بعد الآن. فتاي الحبيب، سننطلق بعيدا إلى مملكة سحرية، ومتى نصل ستنسى كل شيء. سيتحول قلبك إلى قطعة جليد، ولن يكون فيه مكان للفرح أو للحزن، سيعمره الهدوء والسقية. تلك هي السعادة الحقة. هكذا مر الشتاء، لكن كاي لم يرجع، وعبثا كانت هيردا تنتظره. وعندما حل فصل الربيع أخيرا، ارتدت هيردا أجمل ثيابها وانتعلت حذاءها الأحمر، ثم قبلت جدتها النائمة وانطلقت بشجاعة تبحث عن كاي بكل اندفاع وإقدام. هل تعرفين أين أخي كاي؟ يا أعرف، ربما أنت تعرف أين هو. لا لا أعرف، إني ولدت هذا اليوم. أيها النهر، قل ألا يمكن أن يكون كاي قد غرق؟ إليك حذائي الجديد، خذه. لست آسفة عليه، قل لي فقط أين كان. هل أمتعتك هديتي؟ ربما تعرف أين هو. أرجوك دلني عليه. طفلتي الصغيرة، إنني أبحث عن أخي الحبيب كاي. فلنذهب، إنك تعبانة وجائعة،
ما أجمل هذه الزهور. ممكن أن أسألها عن كاي؟ أنت نفسك جميلة كزهرة منذ فترة طويلة، وأنا أفكر بالحصول على طفلة جميلة وصغيرة مثلك. لا لا، علي أن أبحث عن كاي. ناني واستنسي الماضي، وليتحول كل يوم يمر عليك هنا إلى ساعة إلى لحظة، والأسبوع إلى يوم. ناني هذه العجوز تمارس السحر. إنها ليست بالساحرة الشريرة، بل اعتادت ممارسة السحر أحيانا للمتعة فقط. إنها لا تريد إلحاق الأذى بهربة، بل سحرتها لتوقفها عندها، تسليها وتؤنسها في عزلتها. وعلى هربة الآن أن تنسى كل شيء، تنسى حتى كاي. في وقت متأخر جدا، ألا تخافين أن يعترض صبيلك أحد ما؟ ألا تخافين؟ لا، أنا خائفة بالفعل، لكني أبحث عن كاي. أيها السيد كراك، أتعرف أنت مكان أخي كاي؟ كاي؟ هل هو فتى؟ نعم، فتى طيب وشجاع. فتى طيب
وشجاع. لقد جاء إلى هنا فتى كهذا. يحتمل أن يكون هو كاي. وكان لظهوره وقرا قوي في قلب الأميرة. كاي ما حتعجب الجميع دائما. وهي ترافق الآن في كل الأوقات. لقد صارا صديقين حميمين. السيد كراك، قل للصبي أين أجده؟ هذا أمر بسيط، سأقودك إلى القصر. شعره أشقر مجعد. إنه كاي. وعيناه زرقاوان جريتان. إنه كاي بلا ريب، فلنسرع هيا بنا. انتظري، لا تركضي. ها نحن قد وصلنا. ما أجمل المكان هنا. قرر. أقدم لك خطيبتي. تشرفنا. إنها تعمل في القصر، وهذه شقيقة أميرنا المبجل. أهلا. لقد جئت في الوقت المناسب، عندنا اليوم احتفال رائع. لن يسمح لك بدخول القصر. لماذا؟ لأنك حافية القدمين. نعم حافية. أرجوك. طيب انتظري قليلا، سأقودك بعد حين عبر باب القدم. شكرا. يا للروعة. بريئة. إنه در حديدي وفي داخله اسمعي فراغ. هذه هي الشرشرة اللي حتطرق. هيا فلعنده.
ماذا تفعلين؟ إنه حقيقي. هوي. وأخيرا وصلنا. سأمطر عيني بلقائه الآن. لم يكن ذاك الفتى كاي، يا للخيبة المرة. ولكن أين هو كاي إذا؟ فلنرى. فلنبحث. ها هي قمة الأرض الجليدية. أنت محق يا كاي. يا لها من دقة، كل الأطراف متساوية ومنتظمة. لقد أصبحت ذكيا جدا يا كاي.
ولكنها لا تملك أي رائحة عطرة. كاي، لقد قلت لك مرارا وأعيد إن أريج الزهور والجمال والفرح والأشعار والحب لا وجود لها أبدا. عليك أن تنسى كل شيء يا كاي، كل شيء. نعم، كل شيء. هل تعرف ما هو الفرح يا كاي؟ لا. والجمال؟ لا، لا أعرف. هل تذكر شيئا عن الحب يا كاي؟ الحب؟ لا أبدا. أنا أذكر هردة. هردة؟ نعم. لازلت تذكر هردة؟ نعم. لا بأس، ستنساها حتما. قريبا سيتحول قلبك إلى قطعة جليد. إننا نهديك هذه العربة الذهبية. وهذه لتبقى سدف في اليدين. إن السفر بالعربة مريح. حسناً حسناً. وداعاً وداعاً. مع السلامة. شكراً شكراً. أتمنى لك النجاح والتوفيق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. مع السلامة يا هردة. ما أطيب الناس والحيوانات. قفازان جميلان.
إليكي، خذيهما. والقبعة؟ والقبعة. سرعة طيري مع الريح بحلاها من متعة. هات برمي لك خمرة واشرب بسرعة ربي سرعة. اي لا تبقي قطرة واقضي عليها بالمرة. حيواناتي خذي قبليها قبليها لا تخافي يا نسيم. ساكنو الغابة مرحبا يا وعل. هيها ارقص 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 اقول لك لا تعذبي ارحمي ساعدي. يا إلى الغباء ما هذه الرقة المفتعلة. أما الآن فقد جاء دورك أنت للانضمام إلى مجموعة هذه. أميرة. أنا لست أميرة أنا هيردا فقط. إنني أجوب العالم أبحث عن أخي الحبيب كاي. يا للغباء وأين هو؟ لا أعرف منتهى الغباء. طيب ما هي حكايتك؟ هيا قولي قولي. خطفته ملكة الثلج. ملكة الثلج مرت مسرعة بالقرب من الشاش في طريقها إلى لابلاندا. وكان أن زفرت فتجمد الجميع وماتوا ونجونا نحن فقط. لابلاندا وأين تقع؟ في الشمال البعيد. ما أجملها من بلاد. ما هذه الثرثرة الفارغة؟ يعرفون أين كاي؟ كنت عن البكاء حالا. قولوا ماذا تعرفون؟ إننا نعرف كل شيء. وأنا أيضا أعرف. تعرف؟ تعرف. Oh, my God.
اسمع، انا مستعده لتحريرك شريده ان تحمل الفتاه الى ملكه سجاده. شكرا جزيلا. صمت، والا سالغي قراري. ارجوكم اصمت من اجلي. انتظري، خذي قبعتك والقصه جاءت وهذه شكرا. لا، ساحتفظ بها لنفسي. والان ارحلي بسرعه. اشكرك من كل قلبي. شكرا. كفاك ثرثره، والا تراجعت عن قراري. وداعا. رفقة زادت عن حدها، غوري من هنا. انطلق البرق واحرص عليها بكل قواك. إلى اللقاء. ماذا جرى لي؟ ابتعدوا عني جميعا. ما لازم منكم، ما لازم منكم. انصرفوا من هنا، دعوني، دعوني وحدي. حشيش بعض الأحريقة المفتعلة. دعوني، دعوني وحدي من فضلك. منكما التعب. صحيح، لقد كانت ملكة الثلج هنا، ولكنها ذهبت إلى فنلندا. وأخي كاي؟ نعم بالفعل، لقد كان معها فتى وكان يشكو من البرد. إنه كاي. أيها الوالي الحبيب، علينا نجد كاي بسرعة. للأسف الشديد لا أملك أوراق للكتابة، ولكن لا بأس. حسنا، ليكن هكذا. سلميها للفنلندي العجوز. هيا أسرعي أسرعي. لكني الآن مستعجل مستعجل.
مسكينتي يا طفلتي. سا عي ي ه دا كاي كاي. يجب أن ننقذك كاي. امنحيها قوة 20 عملاقا. لا لا أحد يستطيع أن يجعلها أقوى مما هي عليه. هل هناك ما هو أقوى من قلب وفي نطاء؟ والآن عليكم الإسراع. أنا لست نائمة، لست نائمة. أي 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 القفازات القفازات. أي 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 القفازات الجزمة. أي 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 خذي خذي المعطف المعطف. أي 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 إلى الأمام يا صديقي إلى الأمام. الجليدية كاي كاي كاي. أشعر بالحرارة والألم هنا.
من هنا، نهرب بسرعة بسرعة. تأخرنا. الكثير من الحكايات العجيبة في انتظاركم. أما حكايتنا اللطيفة هذه فقد بلغت نهايتها.